احنا الاول بنشكر شركه سوفاليو على وجودنا معاكم النهارده، وبنشكرهم مره تانية ان هم سمحوا لنا هنتكلم محاضره بيور ساينتفك، مش هنجيب سيره درجز خالص، وقلنا نتكلم على حاجه جديده كان نفسنا تبقى مبكرا شويه كده، اللي هو الكونسنسس اللي حصل الاسبوع اللي فات في الاي اس دي بين الاي دي اي وبين الاي اس دي. كل سنه بيحصل ان بيجي 9 من الاي دي اي مع 9 من البروفيسورز بتوع الاي اس دي يقعدوا مع بعض على مدار 6 شهور يطلعوا كونسنسس بنمشي عليه سنه كامله. الكلام ده بقاله اكتر من 6 سنين او 7 سنين شغال، وستيل حتى هذه اللحظه عامل شغل كويس، ويمكن نتمنى الاي دي اف يبقى البارت الثالث بتاعهم بعد كده، ويبقى الثلاث جامعات الكبار في العالم بيعملوا كونسنسس اللي بنشتغل عليه. حطوا لنا 3 بارامترز للكير بتاع العيان بتاع الدايابيتس، ان انا عندي الجولز بتاعنا الدايابيتس كير والبريفنت كومبليكيشن والكواليتي اوف لايف، ودايما في الفتره الجايه هتسمع كواليتي اوف لايف. مهم قوي ان العيان ده حياته تتحسن. احنا عندنا مشاكل كتير في عينين السكر، ممكن اظبط له السكر ولكن يبقى عندي مشاكل اخرى، فازاي الكواليتي اوف لايف تتحسن. حطوا لك جولز عشان تعمل الكلام ده. جلايسيميك مانجمنت جزء من المشكله، جزء من مشكله مريض السكر هو انك تظبط له السكر، انما ده مش العلاج بتاع مريض السكر. الجزء الثاني كارديو رينال بروتكشن، لان العيان ده هيموت غالبا بكارديو رينال، مشاكل في كارديو رينال. الجزء الثاني كارديو فاسكولار ريسك مانجمنت، والويت محطوط زيه زي الجلايسيميك كنترول، بقى محطوط ارم لوحده، فبقى التركيز كله على الويت، ويمكن المؤتمر الاخير ده كله كان على الويت مانجمنت. طب تعالى نشوف تاثير الهيموجلوبين اي 1 سي لو انا ظبطت البلاد جلوكوز، وده اهم نقطه في مريض السكر، وده التراديشنال اللي كنا كلنا بنشتغل عليه، ان انا اظبط سكر العين السكر، والعين لو ما شافش الرقم بتاعه نزل هيقول ده انت دكتور مش شاطر ولا كلام من ده. ليه المايكرو فاسكولار كومبليكيشن بتتحسن لو انا نزلت الهيموجلوبين اي 1 سي من 9 ل 7 في الدي سي ترايل، نزل بحوالي 50% ل 60% او 70% ريدكشن في المايكرو فاسكولار كومبليكيشن. طب في اليو كي بي دي اس ستادي لو نزلته من 7 او 9 او 8 لغايه 7 بس، عمل لي 25% ريدكشن في المايكرو فاسكولار كومبليكيشن. يبقى مهم جدا ان انا اخفض بالجلوكوز. يبقى واحنا بنجري في السكه بتاعه الكارديو فاسكولار بروتكشن ما ننساش تظبيط السكر، يعني ده مهم وده مهم. طب التظبيط السكر ده مهم على مستوى الماكرو فاسكولار كومبليكيشن؟ لا، مش بذات الاهميه، والنتائج بتاعته لما بظبط قوي السكر في العيانين اللي عندهم ماكرو فاسكولار كومبليكيشن ما استفادوش قوي من تظبيط السكر، بل بالعكس كانوا هازاردس، ويمكن ده كان السبب بتاع الوفيات في الاكورد ستادي، ان نسب المورتاليتي زادت 22%. يبقى تظبيط السكر له فايده كبيره جدا على المايكرو فاسكولار كومبليكيشن، وله فايده اقل وطويله المدى على الماكرو فاسكولار كومبليكيشن. طيب الجزء الثاني اعمل مونيتورنج بايه؟ يا ترى بالهيموجلوبين اي 1 سي زي ما كنا ماشيين القصه دي بتتراجع، اعتمادنا على الهيموجلوبين اي 1 سي فيها هازارد كتير، في مشاكل كتير، المعامل فيها فولس ريزلتس كتيره جدا. الكلام الجديد على يا اما السيلف مونيتورنج ال7 مرات في اليوم الشكات، او السي جي ام الجديد، طبعا لسه المشكله بتاعنا في البرايس، بس الهيموجلوبين اي 1 سي بيتراجع في الفتره الاخيره. الجزء الثاني في الامبروفنج جلايسيميك كنترول البيهيفير ابروتش، وانا جايب لك شويه سلايدز في الاخر كده على البيهيفير، لان ده موضوع محتاج كلام كتير. الميديكيشنز والميتابوليك سيرجري من الحاجات اللي بقت مطروحه بقوه عشان ريميشن اوف دايابيتس. الويت الويت الويت، ركز على انك تخفض الويت بتاع العيان. لو ركزت على الويت يمكن تجيب نتائج احسن ما تركز على الميديكيشنز بتاعت العيان والجلايسيميك كنترول. كل اللي جاي، كل النتائج اللي اتعمل دايابيتس ريميشن، ان الدايابيتس اختفى والدايابيتس ما عادش زي ما احنا بنتكلم على انه كرونيك بيرزيستنت ديزيز، لا ده ريفرسبل ديزيز. لو انت خفضت الوزن، يمكن لو خفضنا الوزن من 5 ل 10 ده يحسن لك الجلايسيميك كنترول، لو طلعنا فوق ال10 يعمل لك الميتابوليك بروفايل بتاع العيان كله، بيبقى فيه كومبليكيشن زي النفل. لسه الاستاذ كان بيتكلم من شويه على ان ما عندناش دراجز ابروفد حتى هذه اللحظه في النفل، ولكن اللايف ستايل موديفيكيشن ويت ريدكشن هو الوحيد اللي جايب نتائج، وجايب نتائج قاطعه. فلو انت خفضت الويت ده يحسن كتير. لو خفضت الويت فوق ال 15 عندنا نتائج مهمه جدا في الدايابيتس ريميشن. يمكن هوريك الدايركت ستادي، والدايركت ستادي دي من الحاجات اللي كانت رائعه بشويه. فقال لك حط العيان في عينيك، يعني احنا كلنا هنتحرك حوالين العيان، ودي السايكل اللي احنا بنتكلم عليها، ودي اتقتلت بحثه مش هطول فيها، ولكن لازم تشرك العيان معاك في خطه العلاج. يعني انت ما تشتغلش لوحدك وتكتب له شطه تقول له اتفضل، لا ده لازم تشارك العيان في الريسك فاكتورز، وتشارك العيان في كومبليكيشنز، وتعرفوا احنا بنعمل ده ليه وده ليه وده ليه. حاول اجري بسرعه على قد ما اقدر عشان ما اطولش على حضرتك، انما شيرنج ديسيجن، لازم العيان تقول له انت عندك مشاكل كذا وكذا وكذا، والريسك بتاعنا كذا، والادويه اللي انا بديها لك السيفتي بتاعتها كذا، ولازم تتشارك معايا، ويبقى عارف عشان ما يحصل له اي سايد افكت ما يسيبكش ويمشي. الجزء الثاني اللي هو الديسمس، ده الجزء كتير اللي اتكلمت عليه الدكتوره من لبنان،
واتكلمت على ان احنا ازاي نعمل اديوكيشن، وده فريضه غائبه في مصر. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في ان احنا ما بنقعدش مع العيانين وما بنتكلمش معاهم. الجزء الثالث اللي هو قال لك ان انا اخلي العيان شريك في اتخاذ القرار معايا، لازم العيان ده يشير في الكلام ده، وبعد كده ما يبقاش عندي كلينيكال انيرشيا، ده العيان ده عنده كومبليكيشن اوريدي وهو جاي لي لسه النهارده بتاع تايب 2 دايابيتس، فما ينفعش ان انا اهزر وافضل بالراحه واقول لك لايف ستايل موديفيكيشن وبالراحه وعلى مهلك وبعدين ادي مونوثيرابي والكلام ده. الكلام ده اتغير خالص، واحنا قعدنا بنبدا كومباينيشن ثيرابي فروم ذا ستارت عشان نصلح الامور. دي القصه اللي هم بيتطوروا فيها شويه في الفتره اللي فاتت. والجزء الثاني من المحاضره ان احنا بنتكلم بقى ما يسمى الاوبيستي ومشاكل الاوبيستي. امريكا بجلاله قدرها سنه 2030 50% من الشعب هيبقى عنده اوبيستي، ومنهم 25% هيبقى عندهم موربيد اوبيستي. موربيد اوبيستي يمكن الحمله الرئاسيه بتاعتنا رغم النتائج بتاعتها لم تنشر، ولكن وجدنا سمنه في الستات تتعدى 48%، ولو الرقم ده صحيح يبقى احنا اعلى رقم في العالم في السمنه في الستات. دي مشكله كبيره جدا، لان دي بتخلي لك الجيل اللي جاي كله داخل على سكر. طب متوقع سنة 2030 يبقى في العالم كام مليار نسمة بيعانوا من سمنة، طبعا بما يشكل مشاكل السمنة وميتابوليك سندروم ومشاكل القلب وكده. دايركت ستادي اللي انا بقول لحضرتك عليها ودي من الراندومايز كلينيكال ترايلز اتعملت، خفضت 10 كيلو من المرضى واستمرت فوق السنتين، ده عمل 64% دايابيتس ريميشن، واستادي مكسره الدنيا ولسه نتائج منشوره قريب. وبعتقد ان ده الشغل اللي جاي كله شغل على البودي ويت، اللي هيركز على البودي ويت هيجيب نتائج كويسه جدا مع العيان بتاعه. برضو مش هطول فيها، يمكن ده كان السيماجلوتايد او كان الجي لي بوان عموما جايبه نتائج جديده وجايبه نتائج كويسه جدا، وبداوا يضيقوا لنا الجاب اللي كانت موجوده بين الميديكال تريتمنت وبين السيرجيكال. البرياتريك سيرجي كان بتجيب 30% وكل الميديكال كان بيجيب لايف ستايل، وميديكال كان 5% حاجات زي كده. السيماجلوتايد كان رفع ل 10%، ويمكن التريزبتايد اللي هو المونجارو الجديد اللي هو الكومباينيشن بين جي ال 1 وجي اي جي جايب نتائج تتعدى ال 20 ل 25%، فقرب من الجزء بتاع البيرتك سيرجي. حطوا للويت جزء لوحده في المانجمنت بتاعك، تحط الويت لوحده وتحط الجلاسيمو كنترول لوحده، والاثنين نفس الجزء. جزء الدكتور خالد اتكلم عليه وقال لك لايف ستايل موديفيكيشن وكونسيدر الادويه اللي بتنزل ايفن بارياتريك سيرجري لازم تبقى موجود، ولو انت جاي تعالج السكر عالجه بالادويه اللي تخفض الوزن بحيث انك ما تزودش المشكله بتاعه العيان. هحاول ابقى سريع في الحته دي. وقال لك بقى البيهيفير مانجمنت، ان على مدار اليوم كله ما عادش بقى زي ما احنا كنا بنقول 150 دقيقه في الاسبوع وتمشي وتتحرك وكلام من ده، لا ده انا عايز على مدار اليوم حلك 5 اس. 5 اس اللي موجوده اول حاجه فيهم هقول لك على السريع برضه انا فاكر قوي السيتنج، ما ينفعش نقعد 30 اكتر من 30 دقيقه قاعدين، ده ممكن يزود تيبس في المفاصل، ده بيتيبس في العضلات وده يزود لك مشاكل انزول ريزيستنس. يعني لو عدى عليك 30 دقيقه من فضلك قوم اتحرك روح امشي تعالى، يعني المفروض نسيب المؤتمر ونجري كلنا بره دلوقتي. الجزء الثاني في الليمت السيتنج، الجزء الثاني قال لك في الفيزيكال اكتيفيتي والساركوبينيا اللي بيحصل ان احنا لازم ما يكون يعمل تمرين يعرق، يعني ما نقولش العيان يمشي 150 دقيقه في الاسبوع، ده انا عايزه مودريت تو سترينس اكسرسايز او ستراجلنج اكسرسايز، وعايزه يعرق لازم يبقى سويتنج، العيان ده زي ما بيقولوا يعني فيزيكال فانكشن. والساركوبينيا، الساركوبينيا اللي هو الضعف بتاع العضلات اللي بيحصل في مرضى السكر كده ولازم نقاومه بان احنا نعمل تمارين سترينس. وقالوا ان مش كل الناس تقدر تعمل ده، وفي ناس بتستجيب لما بتعمل تمارين المصل ماس بتاعتها بتزيد، في ناس ما بتزيدش، فالجينيتك فاكتور غالب فيها، ودي فيها ليله كبيره جدا مش هطول فيها. الجزء الثاني الاستيبنج، طول ما انت قاعد لازم تتحرك، وقال لك 500 خطوه في اليوم بس زياده عن مجهودك المعتاد تقلل الريسك بتاع الكارديو فاسكولار 9%. الجزء الثاني ان قال لك لو مشيت 5 دقائق زياده بس في اليوم ده يزود لك اللايف اكسبكتنسي بتاعك 4 سنين، 4 سنين زياده في العمر المفترض بتاع الشخص ده عشان 5 دقائق زياده في الحركه. الاسترينسنج ان انا ما بعملش تمارين كده، ده الاسترينسنج لازم تكون ريزيستنس، اجيب حاجه باحمال او اشد حاجه اجينست ريزيستنس زي الاستك اللي بيشدوه بالرجل، في تمارين كده كتيره في الحاجات دي بتحسن، وكل مربوط على قد دمه وكل واحد على قد الجهد بتاعه بيقدر يعمله. الجزء بتاع السليب بقى محطوط بارامتر اساسي، لان احد المشاكل الرئيسيه في عدم تظبيط السكر الناس اللي عندهم اريتابيليتي في السليب وما بنامش كويس، وقال لك 3 بارامترز في السليب. المده اللي هي كوانتيتي بتاعت السليب من 7 ساعات ل 9 ساعات والمتوسط 8، وقال لك الكواليتي بتاعته انه يكون نوم متصل، ما ينفعش يبقى نوم متقطع، والنوم المتقطع ده احد الاسباب بتاعت زياده الانسولين ريزيستنس وخلي النتائج بتاعتنا مش كويسه. وكرونو تايم انك ما تنامليش بالنهار، يعني تفضل سهران طول الليل وتيجي تنام ال 8 ساعات دول بالنهار، لا ده لازم يكونوا بالليل متصلين. بالحاجات دي ببدا اقلل الريسك بتاع الهايبر جلايسيميا والريسك بتاع الانكنترول دايابيتس. وبعد كده حط لك دراج من العيله بتاعه السكر، وقال لك على كل دراج احنا هنشتغل عليه ازاي. كان زمان بنتكلم على الافيكاسي،
والهايبوجلايسيميا بيعمل ولا لا والويت تشينج، وبنقف عند كده. وراح حاطط لك بقى اثنين جداد، ايه الايفكت بتاعه الكاردي باسكولار وايه الايفكت بتاعه على الرينال، وبناء عليه حط لك البوست والحاجات اللي اترمت في الاخر خالص، البوست ما عادش في الاعتبار قوي وان كان لسه موجود. وقال لك الميتفورمين حتى هذه اللحظه ما حدش قادر يقول عليه حاجه وحشه، والفيرست لاين موجود في كل حاجه موجوده، ولكن ملوش هايبوجلايسيميا، البوتنت ايفكت بتاعه كويس جدا، يقدر تحط كومبينيشن مع اي حاجه، سعره رخيص. كاردي باسكولار بنفيت لا ملوش، حتى هذه اللحظه ملوش حاجه خالص. سلفونيلوريا ما زالت لا افكت كويس على البلد جلوكوز انها تظبطه، ان هو رخيصه وسعرها قليل، ولكن افكت بتاعها نيوترال على الكاردي باسكولار وعلى الرينال، ومشاكلها في الويت جين انها بتزود الوزن، ممكن تعمل هايبوجلايسيميا، ما عادتش مستحبه. والكلام الجديد ان احنا نحاول نقلل من السلفونيلوريا قدر المستطاع. سازولدين دايونزو يمكن البايوجلوتازون من الحاجات الكويسه جدا، الافكس بتاعته عاليه جدا، ديورابيلتي بتاعته ان الفشل بتاعه بعد فتره لا الفشل بتاعه كويس جدا ما حصلش، يعني ممكن يقعد مده طويله جدا مستجيب عليه. الوحيد اللي جاب نتائج في الناش حتى هذه اللحظه يمكن الجيل اللي بيجاب شويه نتائج بعد كده، سايد افكتس بتاعته اللي هو الويت جين والفلويد ريتنشن ولو بروتكتيف افكت على الكاردي فاسكولار از ايرلي از بوسيبل، يعني احنا ما بنحبوش في الهارت فيلير في نيها 3 ونيها 4، ولكن ما تستناش العين تخش في هارت فيلير، لو انت بادئ بيه من الاول خالص بسمول دوز اللي هي ال 15 مللي ممكن يجيب لك نتائج كويسه جدا على مستوى المافلد او على مستوى الكاردي فاسكولار. ويستحسن تعمل كومباينيشن معاه مع الاسجليت، فممكن يشيل لك السايد افكتس بتاعته، لان نعمل صوديوم اكسكريشن وهيقلل لك الصوت ووتر ريتنشن اللي موجود، فيبقى كومباينيشن من كومباينيشنز رائعه. الدي دي بي 4 من الحاجات الكويسه جدا، استاذنا الدكتور فريد بيتكلم عليه من شويه، ويمكن الفيريفاي كان لها رول فعشان كده البيلدا جليبتين اتذكر بالاسم، ولكن بقى محطوط دلوقتي انترميديت في الافكتس بتاعه على الجلايسيميك كنترول. الاسجليت انهبيتورز هي اللي عماله تتعاظم وعماله تجري، ويمكن امباك الفلوزن عشان الشركه اللي جايبانا النهارده بتتعظم دورها بسرعه جدا، جايبه نتائج عاليه جدا، وسموا دلوقتي اول مره رفعوها الانترميديت تو هاي لوحدها، وبعد كده قال لك الايفكت بتاعها بينيفيشال ولكن هيتروجينس، يعني مش كلهم بيجيبوا نفس النتائج، يعني مثلا على الايفكت في الميس كان الكنج الفلوزن والامبا جايبين نتائج كويسه جدا، في الهارت فيلر كل العيله جابت نتائج، في الكدني كانوا ثلاثه منهم بس اللي جابوا نتائج، الفلوزن ما كانش جاي، وقال لك ده من الحاجات المحترمه جدا اللي اعتقد هو اللي عمال يتعاظم في الفتره الاخيره و بياخد مساحه كبيره جدا. الجي ال1 من الحاجات الرائعه برضو واللي الكل برضو بيركز فيها، وان لها كارديو رينال بروتكتيف افكت، وممكن في الاثيروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز يكون له تاثير كبير جدا، والزياده عليه انه له تاثير كبير على الوزن، وله تاثير كبير انه ما بيعملش هايبوجلايسيميا، والافكاس بتاعته من هاي لفير هاي، فبقت احسن عيله بتستخدم دلوقتي اذا ما كانش فيه كونترا انديكيشن للكلام ده. الجزء الثالث في القصه ان هم بداوا يتكلموا على جي ال1 والفيرست هطلق من الحته دي، والسيماكلوتايد والتيرازبتايد، ده بس عايز اقول لك ان هو السير بس ستاتس اللي اتعملت جايب نتائج كويسه جدا، انا جايب فير هاي، فير هاي في الافكاس بتاعته، الهايبوجلايسيميا ما عندوش هايبوجلايسيميا، في الويت عامل فير هاي في الويت، منزل الوزن من 20 ل 25%، نتائج رائعه، انما النتائج بتاعتنا بتاعه الافكت على الكاردي فاسكولار وعلانينا لسه ستيل اندر انفستيجيشن، لسه ما النتائج بتاعه الدراسات بتاعته ما طلعتش حتى هذه اللحظه، وان كان متوقع انها تكون برضو بنفس الايه بنفس الكفاءه. الانسولين هو كورنر ستون في العلاج، ولما بنتزنق في الاخر الانسولين هو الملجا والاساس، بس احنا طبعا لازم نكستمايز الانسولين على العيان، والانسولين انالوجز احسن من هيومن انسولين عشان برضو الويت جين والجزء بتاع المشاكل بتاعه الهايبوجلايسيميا. يمكن الكومباينيشن ثيرابي هو ده الكلام الجديد كله، ان احنا عايزين كومباينيشن ثيرابي كل از ايرلي از بوسيبل، كل ما كان الكومباينيشن ثيرابي بدري كل ما كان كويس، وده بيحسن لك الجلايسيميا وبيحسن لك الويت وبيحسن لك الكاردي فاسكولار. السلايد اللي كان الدكتور خالد قال عليها اللي هي التو ارمز، الويت مع الجلايسيميك كنترول، الاثنين بقوا اصحاب واخوات، ما تفكرش في علاج السكر وانت ما بتفكرش في الوزن، كل ما تشتغل على الوزن بتاع المريض كل ما كان بينيفيشال بالنسبه لك للجلايسيميك كنترول، ولازم وانت بتعالج الجلايسيميك كنترول تعالج بالادويه اللي بتخفض لك الوزن مش تزود لك الوزن. شكرا حضراتكم، مش هطول لما السلايدز فيها كتير عندي.